في شأن آخر، أكدت مصر التزامها ببذل الجهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الأثيوبي. جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى رئيس مجلس الأمن، شدد فيه على أن ملء السد وتشغيله بدون اتفاق قد يكون له تداعيات خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين، مطالبا مجلس الأمن بالتدخل الفوري نظرا لخطورة الوضع في ضوء التعنت المستمر لأثيوبيا. وأضاف شكري أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن بعد أن استنفذت كل السبل للتوصل إلى حل ودي عبر إبرام اتفاق بشأن السد الأثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل.